السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. بعض المرات شي جريمة بسيطة او شي شكاية عادية كدي البوليس شي حوايج خايبين بزاف، كما وقع في الجريمة ديالنا دي اليوم في مدينة الدار البيضاء عام 2011. غتجي واحد البنت في العمر ديالها تقريبا هذيك 22 عام، مازال شابة، غادي نسميها او غادي نعطيها واحد الاسم مستعار تاع ماريا. هاد ماريا جات للدائرة الامنية وبلغات على واحد الشكايه ديال السرقه، دخلت على الضابط المسؤول. السلام عليكم. وعليكم السلام، بغيت نقدم سيدي واحد الشكايه ديال السرقه. هي تفضلي، اش سرق لك طوموبيلتي؟ كيفاش سرقت لك اسيدي؟ كنت غادا انا وصاحبتي، طوموبيلتي صايقانه بيدي وحدايا صاحبتي، وقفنا قدام واحد المطعم. قلت لها بقاي هنا في الطوموبيل، انا غندخل للمطعم وبالضبط ماكدونالدز، غادي ندخل ناخذ شي لعيبات، دارتني الجوع ونجيب لك معايا، تسناي. دخلت بقيت واحد ربع ساعة بحال هكاك، خرجت ما لقيت لا صاحبتي لا الطوموبيل. كنعيط لها في التليفون، التليفون ديالها طافي. هي اللي شفراتني سيدي، هي اللي سرقات لي الطوموبيل ديالي، انا بغيت طوموبيلتي. صافي، هنا الضابط ملي سمع ان طوموبيلتها مشات حر لها محضر في الواقعة، سميت صاحبتها، الرقم التليفون ديال صاحبتها كان طافي هذيك الساعة ما خدامش. قال لها صافي، عطينا الرقم ديال السياره ديالك وعطينا المعلومات ديال الطوموبيل ديالك كامله والمعلومات على ديك صاحبتك، وحنايا ملي غادي نلقاو الطوموبيل ديالك غنتصلوا بك، وانت لو وقع شي حاجه اتصلي بيا. هاي النمره. الله يعاون الله يعاون. مشات هاد البنت بحالاتها. هنا البوليس اشنو داروا؟ داروا واحد المذكره ديال البحث وطنيه او لا اقليميه على الطوموبيل. الطوموبيل غير تجبد، يعني الا كانت مولاها او هذاك اللي داها ما بدل لها لابلايك، ما بدل فيها حتى شي حاجه، دغيا طيح نهار ولا يومين دغيا تبان عند اول باراج ولا اول بوليسي غادي يشوفها، غادي يعلم بها، غادي يوقفها. مزيان الامور هنا هي هذيك. الغد ليه بالضبط داز نهار، هاد البنت اللي مسمينا حنا ماريا غتصل بهذاك الضابط. قالت لي السلام عليكم. قال لها عليكم السلام. قالت لي انا هي ديك البنت اللي جيت عندك البارح وشكيت لك في سرقه ديال السياره ديالي. قال لها هي عقلت عليك، كاين ماشي ما نقضيو. قالت لي سيدي راه اتصلت بيا ديك البنت وقالت لي طوموبيلتك راني قضيت بها واحد الغرض وراني حاطاها لك دابا حدا كازا فواياجور، حدا ديك المحطه ديال التران اللي في الدار البيضاء، وراني حاطه لك الساروت ديالها او الكونتاكت ديالها تحت من الرويضه، سيري غتلقيها. قال لي هذاك الضابط ابقاي بلاصتك، ما تقربي للطوموبيل لا والو، احنا جايين عندك دابا. الضابط هز الفرقة ديالو وانتقل لعين المكان كازا فواياجور، مشى كيوقف على المارية حدا الطوموبيل، فعلا الناس ما قلباتها ما حلاتها ما والو. قال ليها هزي الساروت، هزاتو من تحت الرويضة. قال لها دخلي وقلبي طوموبيلتك. دخلات كتقلبها قلباتها مزيان. قال لها الضابط واش مشات منها شي حاجة؟ قالت لي لا سيدي لا ما مشى منها والو، شي حاجة مسروقة، طوموبيلتك مضروبة، واقع على شي حاجة؟ لا سيدي ما مضروبة ما مسروقة ما تي حاجة، غير واحد نضادر كحلين ديال الشمس داتهم، ما تكون نساتهم في راسها ولا شي حاجه ماشي مشكل. صافي، بغات تركب على طوموبيلته وتمشي في حالاتها. قال لها فين هادي؟ لالا. قالت لي صافي لقيت طوموبيلتي. قال لها لا، قال الطوموبيل غادي نديوها للكوميساريه، حيتاش حنا درنا مذكره بحث بخصوص الطوموبيل، واليوم ولا غدا يشدوك البوليس تولي في روينه، وزيدو حنايا علمنا النيابه العامه القضيه فيها خيانه الامانه. هذيك القضيه اللي قلت لينا انت على سرقه ديال صاحبتك للطوموبيلتك راه ماشي سرقه، هذيك قال لها هذيك راه خيانه الامانه، تي خليتي واحد الحاجه عند واحد السيد داها، ما كتسماش سرقه. هنا غنفتح واحد القوس ديال التكييف القانوني، هذا هو التكييف القانوني اللي ما كيعرفوش الاغلبيه تاع الناس، هو داك الغطاء او داك اللباس اللي كنلبسوه للجريمه او لهداك الفعل الاجرامي. مثلا هادي، نعطيو المثال ديال هادي، دات الطوموبيل، هادي راه ماشي سرقه، هادي خيانه الامانه، لان خليت لك واحد الحاجه وتديتيها. العقوبة ديالك تكون مختلفة على السرقة. مثلا جريمة ديال الاغتصاب، اغتصاب راه فعل إجرامي واحد ولكن عندو بزاف التكييفات. اغتصاب العقوبة ديالو بوحدو 5 سنين، ولا كانت المغتصبة قاصر أو لا عندك سلطة عليها بحال شي أستاذ أو شي حاجة كتولي كثر، كتوصل حتى 10 سنين. وحاجة أخرى الفساد، فساد راه باين معروف الفساد، ولكن العقوبة ديالو قليلة بزاف ماشي بحال الاغتصاب. شنو الفرق بيناتهم؟ هو هذاك الرضا، عدم وجود الرضا. الاغتصاب في التعريف القانوني ديالو في القانون الجنائي
ومواقعة الرجل لامرأة دون رضاها، دون رضاها. فساد كيكون رضا، كيكون بالخاطر هذاك الشيء، وغالبا كتكون الفلوس. لا لا، الفلوس ماشي الفساد، الفلوس كتولي البغاء. هذا هو الفرق ما بين الفساد والبغاء. البغاء مقابل اجر، الفساد ما كيكونش مقابل اجر، كتكون غالبا غير بالرضا. هل اللي كاين الخيانة الزوجية؟ راه نفس الفعل، حنا كاملين كنهضرو دابا في فعل إجرامي واحد. الخيانة الزوجية عاوتاني بوحدو، أحد الطرفين ديال الفعل كيكون مزوج. هاد الساعة هادي ما كنتابعوش داك السيد، خاص حتى الطرف الآخر، الزوج ولا الزوجة، يقدم شكاية. أما هو اللي تنازل عليها كيخرج ديريكتومون. هادو بزاف تاع التعاريف لنفس الفعل الإجرامي، عندهم بزاف ديال التكييفات القانونية. التكييف القانوني جد مهم، هو اللي كيحدد لينا مصير العقوبة وشحال المدة ديالها. هادشي بزاف فيه ما يتقال. نكملوا القصة ديالنا. هي هاديك الطوموبيل داها الضابط الكوميسارية باش يوقف هذيك المذكرة ديال البحث اللي داروها على الطوموبيل. هنا هي ديك الدرية ماريا بدات كتقول لهداك الضابط، قالت لي صافي دابا سيدي، صافي لقيت الطوموبيل شي ما كاين، لاش نعيطوا للبنت؟ صافي لقيتها الطوموبيل شي ما فيها والو، صافي. قال لي لا، قال دابا انا علمت النيابة العامة واجراءات خاصها تتم ومحضر خاصو نوقعوه، وخاص نتنطل الطرف الاخر اللي تشكيتي بيه نشوفو تا واش قال، وديك الساعة تخرجوا بحالكم بجوج بيكم. صافي، شافت تعيات وعطاتو كيما قلنا راه عندو النمرة ديال ديك البنت الاخرى، اتصل بيها. كيتصل بها الضابط كتجاوبو، قال فلانة سميتها تاهي عن طريق اسم مستعار، سميتها كاميليا. هاد كاميليا قال لها الضابط، قال لها راه صاحبتك ماريا كتهمك بانك سرقتي لها الطوموبيل، غير تجي عندنا دابا الكوميسارية باش نتلقاو الاقوال ديالك. صافي ديك كاميليا واحد شوية ويجي عندهم الكوميسارية، دخلات قال لها اش كتقولي في هادشي هذا، صاحبتك كتهمك بانك خلات لك الطوموبيل وديتي عليها، كنتو قدام شي مطعم وديتي عليها. قالت لي لا، انا ما خونت لها لا طوموبيل، ما خلاتها ليا ما تا حاجه. انا نقول لكم اش كاين، انا وصاحبتي هاد ماريا كنا معروضين عند واحد الناس في الفيلا ديالهم في الرباط، ركبات على الطوموبيل ديالها وانا ركبت معاها، بجوج بينا معروضين. مشينا وقفنا قدام الفيلا، دخلات هي عندهم، هي ملي دخلات تعطلات بزاف واللي وصل، وقلت واقيلا غتبات عندهم. صافي اتصلت بها التليفون ما جاوباتنيش، دست في الفولون، سكت الطوموبيل وجيت للدار بيضا، كنت عيانه، وحطيت لها عند في كازا فواياجور، خلصت عليها الباركينغ على الاساس، حطيت لها السيرج تحت الرويضه، ولقد ليت نعست على خاطري كنت عيانه، فطرت دوش عاد عيطت ليها وقلت لها جي خذي طوموبيلتك. هذا مكان ما كاين لا سارقه لا حتى حاجه، ما كاين حتى شي حاجه ماشي هذا. هنايا الضابط كان لابد انه يدير ليهم واحد المواجهه، دخلهم جوج بيهم البيرو، ما بقاش كل واحد كيحقق معاه بوحده، وانما جابهم جوج بيهم في البيرو وواجههم. كل وحده قال لها الاقوال ديال الاخرى، اش كتقولوا في هالشي هذا. وفي اطار المواجهه غتبان واحد الحقيقه اخرى عند الضابط، هاد الحقيقه نلخصها لكم فيما يلي، ان هاد جوج بنات، هاد كاميليا مع ماريا، ماريا مولا الطوموبيل، كاميليا صاحبتها، في كيمشيو في الرباط، كيمشيو الرباط لواحد الفيلا ديال واحد الناس خليجيين، خليجيين عبر طريق واحد السيده وسيطه ديال داكشي الخيب ديال الدعاره وما الى ذلك، كتوسط لهم. كيمشيو تما في هذيك الفيلا وكيدخلوا، كيديروا افعال مشينه وافعال غير اخلاقيه، كيدخلوا. ولكن ملي كيدخلوا كيلقاو واحد خونا، هذيك خونا اش كيدير؟ كيعزل البنت المناسبه، عجبتو هذه كيدخلها، الاخرى ما كيدخلهاش. هو هذيك ماريا دخلات بقات هذيك الليله، بينما هذيك كاميليا قالت لا ما مقبولاش، رفضها لسبب كارش عليه مثلا، شوفوا ما الشروط ديالهم كي دايره. رجع هذيك ماريا كتاخذ فلوس، كتخلص ديك النهار مزيان، ديك الليله كامله مزيانه، الاخرى كيدوروا معاها، كيسميوها هما اكراميه، بحال كيدوروا معاها يقولوا ما يبقاش فيك الحال سيري بحالتك. خرجت كتسناها في الطوموبيل على برا، عرفت صاحبتها ماريا انها غتبات الليله كامله والاخرى فين تبات في الخلا تما. صافي ركبت على الطوموبيل وجات لكازا فواياجور، حطات لها طوموبيل تمايا، خدات الطاكسي مشات لدارهم. هادشي اللي كاين. هنايا البوليس تاكدوا من واحد الحاجه اخرى، وهي انه ما كاين لا جريمه ديال السرقه ولا خيانه الامانه ولا حتى شي حاجه، وانما جريمه خياليه، اهانه الضابطه القضائيه.
ملي كيجي واحد الانسان كيبلغ على واحد الجريمه هي اصلا ما كايناش وكذب على الضابط القضائيه، راه خدم كوميساريه ودارو مذكره بحث على هذيك الطوموبيل وخدم لابيجي، في عوض ان البوليس عندهم خدمات اخرى باجدر انهم يقوموا بها، ولا خدام معاك اصلا هي جريمه ما كاينه ما والو. هنايا هاد البنات بجوج ماريا وكاميليا قدموا للبوليس النيابه العامه باش يتابعوا من اجل اهانه الضابطه القضائيه، لانهم قالوا واحد الجريمه ما كايناش خياليه وبتهمه الدعاره. النيابه العامه تابعتهم التهمه ديال الاهانه الضابطه القضائيه وبتهمه الدعاره، ولكن غيتابعوا في حاله صراح. علاش؟ لان تهمه الدعاره ما كاينش الدليل اللي هو، واخا هما معترفين عروسهم، لان خاصو يكون متلبسين بالجريمه، يعني الدعاره خاصو يكونوا شادين من البوليس وهما في الواقعه. فالحاله هذه انهم غير كيقولوا حنا كنا نديرو، يعني تابعوهم في حاله صراحه. البوليس او الشرطه القضائيه ديال الدار البيضاء تواصلوا مع لابيجي ديال الرباط من اجل هذيك الفيلا المشبوهه وهذيك واسطه الدعاره اللي كتمتهن الشهاده اللي بلغوا عليها الدريات. جاوبوهم لابيجي تما، قالوا لي ما ودي هذيك السيده احنا اصلا كنقلبوا عليها، وراه موضوع بحث مذكره وطنيه كنقلبوا عليها، وهاد القضيه حنا اللي مكلفين بها، حنا اللي غادي نتابعوها، نتوما هناكم الله حنا اللي نتكلفوا بها. طبيعي الحال كيكون واحد التنسيق ما بين الشرطه القضائيه ديال جوج مدن هي هذيك، والبوليس ملي هاد البنات هادو تابعاتهم المحكمه في حاله صراح، هما ما غيوقفوش هنايا البوليس، وانما الملف شداتو شرطه الاخلاق العامه اللي غتكمل البحث في هاد القضيه هادي. اول حاجه غديرها هي غتبوانتي هاد جوج بنات، هاد كاميليا وماريا، غتبوانتيهم على مستوى شرطه الحدود وعلى مستوى الوطيلات والفنادق الفاخره. بوانتاتهم كتطلع النتيجه بان هاد جوج بنات دائمي السفر، ديما خارجين على برا، سيغتو اوروبا، واكثريه بالاخص فرنسا، شهرين جوج شهرين شهر شهرين ثلاث شهور هما فرنسا، غادين جايين. سيغتو ملي بحثوا عليهم البوليس لقاهم اصلا هما ما عندهم ماشي تاجيرات، يعني ماشي كيبيعوا شري ولا عندهم مقاولات او لا عندهم شي ورث لاباس عليهم، ما عندهم شي صالير كيدخل لهم لابونك ديالهم، يعني ماشي موظفات، ما عندهم والو. وكيفاش كيحصلوا على الفيزا؟ يعني هذا سؤال طرح للبوليس، كيفاش كيحصلوا على الفيزا وعلاش كيمشيو تما؟ وحاجه اخرى، ملي كانوا كيقلبوا البوليس لقاوهم ملي كيمشيو يخرجوا على فرنسا مثلا كيمشيو بجوج ويجيو بجوج، ولكن هما ساكنين في الدار البيضاء، ما كيركبوش من الدار البيضاء، مره كيركبوا من المطار ديال مراكش، مره ديال فاس، مره ديال الرباط، وفي النزول حتى هي كذلك، مره ديال مراكش، مره ديال ماشي من المدينه. المهم الدار البيضاء ما كيطلعوا ما كيمشيوش منها وما كيجيوش منها، وملي كيهبطوا متفرقين كل وحده في بلاصه. هي هذه كذاب، البوليس خاصهم يعرفوا كيفاش هاد البنات كيحصلوا على الفيزا. الفيزا كما هو معلوم، الفيزا ماشي ساهل تحصل عليها، خاصك تكون شي ضمانات، تكون عندك شي صالير كبير، تكون انت مقاول، المهم شي حاجه. اما واحد عادي ما يحصلش على الفيزا، خصوصا هذوك الدول الاوروبيه، الاتحاد الاوروبي. بقاو كيقلبوا فين يسولوا، يسولوا القنصليات ما خداماش، فين يمشيو؟ غيمشيو واحد المكتب مركزي تابع للشرطه القضائيه، تابع لمديريه الشرطه القضائيه، هو اللي فيه واحد المكتب ديال الانتربول، غيسولوا تما غادي يعطيهم الجواب اليقين كيفاش كيحصلوا على الفيزا. كيلقاو في ان واحد السيده لاباس عليها، عندنا الفيلات، عندها الديور، عندها، المهم السيده لاباس عليها، ساكنه في الدار البيضاء، هي اللي كتعطيهم الضمانه، هي اللي كتضمنهم على اساس ان هاد البنات بنات خوها، وديما هي اللي كتضمنهم في اي سفريه، هي اللي كتضمنهم. ولكن الغريب في الامر ان هاد السيده هادي ما كتمشي معاهم، ما كتجي معاهم، غير كتعطيهم الضمانه كيمشيو وكيجيو فقط. البوليس تحراو شويه على هاد المراه، كيلقاوها اصلا هي لا علاقه لهم بهم، يعني ماشي من افراد العائله ديالهم ولا شي حاجه، انسانه بعيده عليهم. هي هذيك ملي عرفوا البوليس هاد المعطيات والمعلومات كامله، بات من الضروري انهم خاصهم يمشيو ويديروا واحد البحث محيط على هذيك السيده اللي لاباس عليها، اللي كتضمن هذوك البنات بجوج بيهم. مشاو داروا واحد البحث محيط عليها، شكون هي واش كدير، القاو السيده وسيطه في الدعاره على مستوى الدولي، يعني السيده هذيك هي الخدمه ديالها. مزيان، هنايا خاصهم يبحثوا حتى على هذوك البنات، ولكن
بلا ما يجيبوا الدنيا خوار، يعني كيديروا عليهم واحد البحث على هذيك الوسيطه، على هذوك البنات، ولاو كيبحثوا موراهم بلا العلم ديالهم، يعني هذاك الشيء سريه تامه التحقيق. كان غادي يشوفوا عاوتاني شرطه الاخلاق العامه الاتصالات اللي كيقوموا بها هاد الثلاثه هادو، على هذيك الوسيطه، على هذوك البنات بجوج، ارقام الهواتف ديالهم، مع من كيدويو، شكون اللي كيتصل بهم، مينا بلاصه. المهم غيدير واحد البحث على هادشي كامل. اش كيلاحظوا من خلال مراقبه الهواتف ديالهم؟ كيلاحظوا ان هاد البنات كيتصلوا بواحد الاتصالات الكثيره في النهار مع ديك الوسيطه، تقريبا 10 المكالمات حتى 14 مكالمه في النهار. اون فوا كيسافروا على فرنسا، كيوليو في باريس، ما كتبقاش الاتصالات، كتقل بزاف. لاحظوا كذلك عاوتاني انه واحد الرقم مغربي مجهول الهويه، لانه علاش قلنا مجهول الهويه؟ لانه رقم بدون هويه، شاريه غير من الزنقه، ولكن في المغرب كيتصل بهذيك الوسيطه وكيتصلوا به البنات، يعني بيناتهم عاوتاني كتكون الاتصالات بيناتهم كثيره بزاف. عاوتاني ملي كيسافروا كتقل الاتصالات عاوتاني، ولقاو كذلك واحد الرقم هاتفي من دول الخليج، هذاك الاتصال ديالو بمن كيكون غير بهذاك الرقم المغربي المجهول فقط، ما كتكون عنده حتى شي علاقه لا مع الوسيطه لا مع هذوك البنات. صافي، هنايا داك الضابط المسؤول على فرقه الاخلاق العامه شعر النيابه العامه بهادشي كامل، توصل ليه من الوسيطه وهذوك البنات وداك الرقم المجهول، عطاتو التعليمات النيابه العامه باش يوقف هاد الشبكه عند حدها من بعد ما ياخذ المعلومات الكافيه ويقدمهم للعداله. هذاك الشيء اللي دار لهاد الضابط هذا، عيط على البنات هما الاولين وجابهم الكوميساريه باش يحقق معاهم. هنايا داك الضابط واجه هذوك البنات بجوج، هذيك ماريا وديك كاميليا، بالحقائق اللي توصل بها. قال لهم نتوما ما عندكم لا مدخول لا راس مال لا ورث لا حتى شي حاجه، وديما غادي الفرنسيجيين بدون وجه حق، يعني ما كاينش شي حاجه علاش تمشي وما كاينش اللي يضمنكم، في حين حنا لقينا واحد السيده هي اللي كتضمنكم، ما عندكم بها حتى شي علاقه، ما كتجيكم حتى شي حاجه، ما عمتكم ما خالتكم ما جداكم ما امكم ما حتى حاجه، هذه وحده. وانتوما كتخرجوا ديما هنا من المغرب، مع العلم انكم بنات مدينه الدار البيضاء، كتمشيو لمطارات اخرين تاع مدن اخرين وكتسافروا منها وكتجيو عاوتاني متفرقين. القضيه فإنه غتقولوا لينا دابا نتومايا اش كاين، نتوما اللي غتعرفوا بوحدكم، حنا وصلنا لهاد المعلومات نتوما غتكملوا لينا اش كاين. البنات في الاول حاولوا انهم يتداكاو على البوليس، ولكن البوليس زيروهم وقالوا لهم والو ما تخرجوش من هنا الا ما اعترفتوا. اش بينكم وبين هذيك الوسيطه؟ واشنو كتمشيو ديروا تما في باريس؟ شنو هي علاقتكم بهذاك الرقم المجهول المغربي اللي كيتصل بكم من هنا؟ صافي، هنايا البنات قرروا انهم يعترفوا، قالوا لهم هذاك الرقم المجهول هذاك غير مغربي وسميتو الموسخ. هذا الموسخ انا اللي سميت عليه لانه اصلا هو موسخ في الافعال اللي كيقوم بها. هذا الموسخ شنو هي الخدمه ديالو؟ ملي كتجيب هذيك الوسيطه كتجيب لي هاد البنات، اي بنات هادو ولا وحده اخرين، هو شنو كيدير؟ كياخذ معلومات عليهم، شكون شحال عندهم من عام، شنو كيديروا، شنو هو تصاورهم، اش كيصيفط هاد المعلومات كامله عليهم وتصاورهم، كيصيفطهم لهذوك الناس اللي كاينين في الخليج. ملي كيوافقوا عليهم هذوك الناس اللي في الخليج كيقول لي اوكي غتجيب لينا اوراق اخرين، هاد الاوراق حنا نعرفوهم. دابا البوليس خاصهم يتاكدوا بالدليل بان هذا المسخ هو اللي كيقوم بهذه الافعال هذه فعلا. نيت وحده من دوك البنات كتعرفو شخصيا ومشات معاه شحال مره الشقه ديالو، وراوها التصوير ديال البوليس، قدروا انهم يطلعوا التصوير ديالو، تعرفوا عليه البنات. ولكن دابا خاصنا نمشيو عندو الشقه، مشاو عندو البوليس الشقه ديالو، دقوا عليه، سولوا ليه تام، ما لقاوش، غبر ليه الاثر، ربما عرف بان البوليس كيقلب عليه ولا شي حاجه، غبر ما لقاوش. البنات اشنو كيقولوا في هادشي هذا؟ كيقولوا بان داك الرقم الخليجي اللي كيتصل من الخليج بهذاك المسخ ما عندهم به حتى شي علاقه، وانما العلاقه ديالهم كتقتصر على هذيك الوسيطه وعلى هذاك المسخ فقط. هذاك المسخ ملي كياخذ الاوكي من هذوك الناس اللي في الخليج بان البنات او هاد السلعه، هذا الرقيق الابيض، هاد السلعه مقبوله، يعني دايزه في دايزه، صافي وافقوا عليها، كيطلب من هذوك البنات هذا المسخ هذا يجيبوا لي التحاليل بانهم سالمين ما فيهم والو، عاد كيدير لهم مراقبتهم من ضمن هذيك الفيزا اللي كتوسط لها هذيك الوسيطه كتضمنهم بها، وكيمشيو على فرنسا وبالضبط باريس، لان القانون الجنائي تما، لان القانون الفرنسي الجنائي تما، ما كيعاقبش على العلاقات الرضائيه، وانما كيعاقب
على بغاء الغير، وكيعاقب كذلك على جريمة ديال استغلال البشر. هادشي علاش هما مكيديروش هاد الفعل هذا هنايا في المغرب، ولو كاين اوكار فيما كيطيحوا على البوليس كيصدوه كيصيفطوا مالي الحبس، ولكن تما كما قلنا فرنسا ما كيعاقبش القانون ديالها على العلاقات الرضائية. كما قلنا هاد المستخدم ملي كيشد دوك التحاليل كيكونوا مزيانين كيعاود يصيفطهم لهذوك الناس الخليجيين، تما كيعطوه الاوكي باش البنات يسافروا على فرنسا. وبطبيعة الحال دوك الخليجيين هما اللي مكلفين بهاد التكاليف كاملة، لا من طيارة لا من هوطيل لا من اي حاجة. هي هادي كما قلنا هاد البنات كيلقاو هداك المستخ كيتسناو في فرنسا تمايا، كيديهم بالضبط في مدينة باريس، كيديهم واحد لوطيل قرب برج ايفل سميتو اوتيل تروكاديرو، تروكاديرو ربما كيديهم تمايا، وكيتسلمو واحد المنحة من طرف هادوك الخليجيين، منحة كيشري ليهم حوايج روايح ملابس وما الى ذلك، كيوصل الخبيزة الفران وكيرجع في حالته. هي هذيك هاد البنات هادو كيبقاو تقريبا واحد 10 ايام 15 يوم، ملي كيساليو هاد الرحلة ديالهم كيرجعوا للمغرب من كل وحدة من المطار كما قلنا. كل وحدة من المطار باش هذوك حيتاش هما اللي جاو يسافروا من الدار البيضاء كل مرة، حيت كما قلنا همايا كل شهر تقريبا شرطة الحدود غت تبوانتيه ما تعرفهم بانهم غاديين جايين، علاش نتوما غاديين جايين غادي يحقوا معاهم، ولكن هما كل مرة من المطار وغالبا كيتجنبوا الدار البيضاء، هادشي علاش هما كل مرة كيمشيو في مطار. كما قلنا ملي كيرجعوا للمغرب كيدخلوا ليه اشنو كيديروا؟ هاد العملية الواحدة البنات كياخذوا فيها 25 30 مليون للوحدة، ماشي بجوجهم، 25 30 مليون للوحدة. ملي كيجيو اول حاجة كيديروها كيمشيو لهذيك الوسيطة كيعطيوها 5 مليون للوحدة، باركة في دارها كتاخذ 5 مليون على كل رحلة. كيجيو على داك المسخ كياخذ قل من الوسيطة كياخذ 2 مليون على كل رحلة او على كل بنت، إضافة إلى أن هذا المسخ كيدوروا مع هذو الخليجيين تما شي علم الله شحال كيعطيوه. هي هذيكم اللي تصنت ضابط الشرطة القضائية اللي مكلف بالأخلاق العامة، تصنت لهاد البنات واعترفوا بما اعترفوا به ودلاو بجميع التفاصيل. أبقى على البوليس أنه يمشي يلقيو القبض على هذيك الوسيطة اللي ما كان جايبة الدنيا أخبار وما عرفاش بأن البنات مشدودين عند البوليس وراه ما اعترفوا عليها هي وهذاك المسخ. جابوها صافي اعترفت حتى هي بما نسب إليها. المسخ في واحد الوقت اخر غادي يجي يسلم راسو بوحدو، يتشد له ما قرر انه يسلم راسو بوحدو. قدموهم كاملين بالمعطيات اللي توصلت بها الشرطه القضائيه، يعني الاخلاق العامه داروا واحد المجهود اللي هو كبير بزاف، جمعوا هاد المعطيات والمعلومات وخدمه كبيره ومتعبه بصراحه داروها، وعاونوا في صراحه بحال الخدمه هذه زوينه وبرافو عليهم، كنقيو البلاد من هاد المسخين ومن هاد الاخلاق الخيبه ومن هاد التصرفات المشينه بحال هادو، خاصهم يطيحوا كاملين. المهم شدوهم وقدموهم العداله. هذاك المسخ حكمات عليه المحكمه الحكم ما عرفناش شحال حكمات عليه، بينما هذاك الوسيطه حكمات عليها بسته ديال السنين سجن نافذ، بينما هادو جوج بنات كاميليا وماريا تحكموا بعامين ديال الحبس. علاش انا قلت 6 سنين ديال السجن والاخرين قلت عامين ديال الحبس؟ من 5 سنين لتحت كنقولوا الحبس، من 5 سنين الفوق كنقولوا السجن، هذه في القانون، هذه غير المعلومه ليس الا. وهنا كما كنلاحظوا بان المحكمه راعات الظروف تاع دوك البنات، واخا هما طرف رئيسي في هذه العمليه ولكن اعتبراتهم نوعا ما ضحايا، عطاتهم عامين ديال الحبس، بينما هذيك الوسيطه عطاوها سنين ديال السجن. وديما وفي اي قانون ماشي المغربي ولو قانون اجنبي دائما هذاك الوسيط او هو اللي كيكون مشرف على دور الدعارة ولا شي حاجه كيعطوه اقصى العقوبات، لانه هو اللي كيكون مسيطر على العمليه كامله، بينما هادو كيعتبروهم غير ضحايا، ربما الفقر او شي حاجه، ولو ان هذا بحد ذاته ماشي سبب، يعني ما بقاش الفقر، بنادم راه دايره حرفه ودايره صنعه كيجبد منها الفلوس. ايوا باش تعرفوا ان طريق الحرام ديما النهايه ديالو مسدوده، ها هما واخا الفلوس، بنادم يسمع هذيك 25 30 في كل رحله راه فيها الفلوس، ولكن النهايه ديال شناهي؟ هي الحبس. عامين ديال الحبس راه ماشي ساهل بنادم تسد عليه تضيع عليه من عمره فابور. وفي النهايه كنقولوا الله يبعدنا من هاد الناس والله يحفظنا ويحفظكم من هاد النوع تاع البشر،
والله يحفظ بلادنا وبلاد جميع المسلمين من هذه الآفات والكوارث، والله يسترنا ويستركم، وشكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.